وفي ملف ذي صلة بالاستقرار، تتداول مصادر سياسية وأمنية سيناريو التوصل إلى خيوط مهمة حول المتورطين باستهداف أبراج الكهرباء في صلاح الدين وديالة. وفي السياق كشف النائب أحمد الموسوي أن عمليات تخريب بعض شبكات خطوط الكهرباء لم تكن إرهابية، بل تستهدف الحكومة لتأجيج الشارع في هذا التوقيت، فيما بيّن مراقبون أن بعض الجهات تريد استهداف البلاد في مرحلة قبل الانتخابات. وكانت 3 هجمات استهدفت خطوط الكهرباء في صلاح الدين وديالة خلال الأسبوع الماضي بعبوات ناسفة، ما أربك ساعات تجهيز الطاقة، فيما اعتمدت الحكومة استراتيجية أمنية جديدة لمنع تخريب خطوط النقل عبر مراقبة برية وجوية متواصلة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. الوصول إلى خيوط جريمة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، هذا ما كشفه أحد أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالة، والذي أكد أن الاستهداف لم يكن إرهابيا بل جاء بهدف خلق أزمة جديدة وتحشيد الشارع ضد الحكومة. المعلومات اللي عندنا أنه الاستهداف مو إرهابي، القوات الأمنية، الأجهزة الساندة، جهاز الأمن، الاستخبارات وصلوا إلى خيوط لمن قام بهذه الجريمة. قواتنا الأمنية حقيقة عليها ضغط كبير اليوم، تعرفون أنه حرارة الجو، أزمة في الكهرباء، يراد اختلاق أزمة أخرى وتحشيد الشارع ضد الحكومة وجهود الحكومة. لذلك الأحداث والأعمال التخريبية التي تحصل لا تحصل في مناطق إرهابية فيها مجاميع إرهابية، مناطق آمنة لا يمكن للمجاميع الإرهابية الوصول إلى هذه المناطق، لكن للأسف شاهدنا أكثر من خرق أمني واستهداف لأبراج الطاقة الكهربائية. قواتنا الأمنية تقوم بواجبها اليوم، الجيش العراقي الحشد والشرطة الاتحادية وكذلك الداخلية اليوم تقوم بواجب إضافي إلى واجباتها. تعرفون أبراج الطاقة ممتدة في مناطق شاسعة ومناطق وعرة، ولكن هنالك جهود حقيقة استثنائية من قبل قواتنا الأمنية بكل أصنافها. اللي نتمنى أنه يتم التركيز على هذا الملف، هنالك مخربين وهنالك أنا أعتقد استهداف سياسي للحكومة حتى يعطلوا مشوار الحكومة من العمل وتقديم الخدمات، واستغلالا لهذه الظروف، ظروف الصيف يعني الجو الحار، درجات الحرارة المرتفعة، من أجل إثارة الشارع العراقي على الحكومة. وحسب مواطنين فإن تزايد حالات استهداف أبراج نقل الطاقة في هذا التوقيت يدل بأن ما يحدث يتم وفق خطة تخريبية مقصودة تجرى في ذروة الحاجة للطاقة، وهدفها الأول والأخير ضرب الاقتصاد وإيذاء الأهالي. أتوقع أن الهدف من الاستهداف هو ضرب الاقتصاد العراقي وإيذاء الأهالي، إضافة إلى ذلك أنه لا يخلو من رسائل سياسية قبل انتخابات مجالس المحافظات، وعلى الحكومة العراقية أن تكون أكثر حذرا في هذه الأوضاع من تعطيل الأوضاع العامة في البلد، وخصوصا البلد مقبل على استحقاق انتخابي مهم. واعتبر مختصون أن ملف أبراج الطاقة الكهربائية أصبح من الملفات التي تورق البنى المجتمعية العراقية، وأضحى حملا وكاهلا كبيرا على الجهاز الأمني لعدم معرفة كيفية التعامل معه. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.